السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن بيان حكم الشريعة الإسلامية في المقتول في الزلازل أو الفيضانات. ما حكم الشريعة الإسلامية في من مات قتيلا في كوارث طبيعية، إما زلازل وإما فيضانات وإما إعصارات وإما براكن وإما حرائق وإما حوادث سير أو غيرها؟ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم النيسابوري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الكريم جمع أصحابه وقال: ما ترون الشهيد في أمتي؟ قالوا: الشهيد في أمتك يا رسول الله من مات في المعركة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن فالشهداء من أمتي قليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: شهداء أمتي كثر. وذكر منهم الذي مات في سبيل الله أو قتل في سبيل الله، وذكر الذي تعرض للحرق أو للغرق أو للهدم، ذكر منهم أعدادا. ثم جاء في روايات كثيرة إذا جمعناها في كتب الحديث، منها ما أخرجه الإمام مسلم، ومنها ما انفرد به البخاري، ومنها ما هو متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، روايات كثيرة في مجالس مختلفة. مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشهداء من أمتي خمس، ذكر منهم الغريق والحريق ومن سقط من علي والمرأة عند الوضع وغيرها. وفي رواية أخرى قال: الشهداء من أمتي سبع، وذكر منهم من مات دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. الشهيد عندنا أيها الأحباب الكرام أن الشريعة الإسلامية هي شريعة الرحمة وشريعة الإحسان. لهذا خفف الله تعالى من آلام المقتول في هذه الكوارث الطبيعية، وخفف على أهله هذا الفراق. نحن جميعا عشنا هذه الأيام تلك الفاجعة المؤلمة، ذاك الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز بمراكش، وكان عدد القتلى بالمئات، تجاوز 3000 شخص. وأيضا بموازنة مع ذلك، كانت هناك فيضانات في بعض الدول العربية الشقيقة في ليبيا، وقتل فيها ما يزيد عن 30,000. وهكذا كل مرة نسمع أن هنا زلزال وهنا بركان وهنا فيضانات وهنا إعصارات، ودائما في قتلى. علماء الشريعة يقولون التسمية بأن هؤلاء قتلى كلمة خاطئة، تسمى شهداء، هؤلاء يسمون شهداء، وهؤلاء ربنا عز وجل أكرمهم بحسن الخاتمة، لأن أقصى ما يتمناه العبد المؤمن هو حسن الخاتمة. جميل جدا أن تموت في لحظة وأنت أنت أنت غير متلبس بمعصية. أذكر عشت هذه اللحظة في 2015 في الديار المقدسة، لما كان الازدحام ولما كان الاندفاع ومات عدد كبير من الحجاج وهم محرمين، وكنت وسطهم وشعرت بخروج الروح، ولكن القدر الإلهي كتب لي عمرا جديدا، لكن من حولي، من كانوا حولي جلهم ماتوا وهم محرمين. على قدر ما فرحت أنني شعرت بعمر جديد، على قدر ما شعرت بحزن عميق أنني ضيعت فرصة اسمها حسن الخاتمة. لأن من مات وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا. سيدنا النبي لما رأى صحابيا مات وهو محرم وقسته ناقته، قال: لا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تصلوا عليه، ادفنوه كما هو في إحرامه،
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فنعمة عظيمة أن يكرمك الله بحسن الخاتمة. فالذين ماتوا في هذه الكوارث الطبيعية وهي كثيرة، إما من وقع عليه الهدم، هكذا قال الحديث النبوي الشريف، من وقع عليه الهدم، وفي رواية من سقط من علٍ، يعني هذا كيندرج في ضحايا الزلازل، أو سقط عليه جدران، أو سقط عليه متاع ثقيل فمات. من سقط من علٍ أو وقع عليه الهدم، وكذلك هذا شهيد، والغارق شهيد، من غرق في اليم أو غرق في البحر أو غرق في غير ذلك فهو شهيد، والمحروق شهيد، الذي احترق بالنار أو جاءت صعقة كهربائية أو غير ذلك، وكذلك المبطون شهيد، مات بألم في بطنه، ألم عضال، ألم حاد فمات به فهو شهيد، والمطعون شهيد، المطعون من مات بالطاعون، مات بالطاعون ككورونا مثلا، الطواعين هي كثيرة ومتعددة، دي فيروس كتنتشر في كل زمان، من مات بها فهو شهيد. والمرأة عند الوضع، وفي رواية والمرأة تموت بجمع، يعني أنها كانت حامل وأثناء الوضع وقعت لها مضاعفات، ربما كان عندها نقصان في الهواء، ربما أسباب معينة فماتت وهي في اللحظة ديال الولادة، هي شهيدة. وكذلك من دهست سيارة، دهست سيارة ربما يسير في الطريق ووقع له عدم انتباه، فإما هو كان يمتطي سيارة أو مركبا أو كان يسير على قدميه فمات فهو أيضا شهيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. إنسان يطالب بماله، تم اعترض طريقه بعض اللصوص مثلا أو قطع طرق أو غير ذلك، فطلب بماله ثم تعرض للهلاك فمات فهو شهيد. ومن مات دون عرضه، دفاع عن الشرف، دفاع عن نسائه، دفاع عن القيم، هذا أيضا يسمى شهيد. لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة رضي الله عنهم وهو يعلمهم ما تعدون الشهداء في أمتي، قالوا الشهيد من مات في سبيل الله في المعركة، قال إذن فالشهداء من أمتي قليل، قال إلا هذا الشهداء، يعني عدد غير يموت في المعركة، المعارك لا تقوم إلا بين الفين والأخرى بعد مدة طويلة جدا، لكن هذه الكوارث الطبيعية تقع دائما. ومن ثم سيدنا النبي أعطانا هذه البشارة لمن مات في كوارث طبيعية. العلماء والفقهاء قالوا بأن الشهداء هما نوعين، هناك شهيد الدنيا والآخرة وهناك شهيد الآخرة. شهيد الدنيا والآخرة هو اللي عنده الشهادة الحقيقية، هو من مات في ساحة المعركة دفاعا عن العقيدة وعن الدين وكان مقبلا غير مدبر، هذا يسمى شهيد حقيقي، الشهادة الحقيقية. هذا هو إذا مات لا يغسل ولا يكفن ويدفن كما هو، يدفن كما هو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد. من زار المدينة المنورة غادي يلقى حدا جبل أحد وحدا جبل الرمات، هناك مقبرة كبيرة تسمى مقبرة شهداء أحد، فيها 72 صحابيا ماتوا في غزوة أحد، والنبي الكريم لم يقم بتغسيلهم ولم يقم بتكفينهم، قال لهم يدفنون في ثيابهم دون تغسيل ودون دون تكفين ودون صلاة، فكان يدفنهم هكذا لأنهم يبعثون يوم القيامة شهداء. الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. هنا العلماء قالوا الفرق بين الشهيد الحقيقي شهيد الدنيا والآخرة اللي هو مات في ساحة المعركة لإعلاء كلمة الله ولنصرة العقيدة والدين مقبلا غير مدبر، هذا عنده هذه القيمة، ويلحق به الشهيد الآخرة هو اللي مات بالكوارث الطبيعية أو دهست سيارة أو أي آفة من الآفات، يلحق به أنه شهيد. لكن المفارقة بينهما أن الشهيد اللي مات في الزلزال أو في الفيضان أو غيره هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه.
قالوا العلماء إلا كان قدر الله تعالى كان الهدم قوي والجسم دياله وقع له تمزق، قالوا نغسله فإن تعذر علينا نرش عليه الماء. قالوا فإن كان الجسم ربما قد تفرق وكل دم وكل كان الهدم شديد، قالوا يصب عليه الماء صبا ثم يكفن، كنجيبوا الأثواب ونكفنه، بخلاف الشهيد ديال المعركة لا يكفن وإنما في ثوبه. ثم بعد ذلك نصلي عليهم، نصلي، فهنا الشهيد معركة لا نصلي عليه لأنه لا زال حي. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قبلهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالحمد لله نعمة وبشارة أعطاها الله تعالى للشهداء، ويلحق بهم هؤلاء الشهداء لما في الكوارث الطبيعية، وربي عز وجل يعطيهم نعمة أخرى. مثلا الشهيد لا يسأل في قبره، معلوم أن الميت إذا وضع في القبر يسمع قرع نعال أصحابه وهم يعودون إلى ديارهم وهو يصيح، الميت يصيح يقول يا ويلكم إلى أين أنتم ذاهبون بي، أطابت أنفسكم أن تحتوني في التراب. هذا الميت يقول هذا الكلام، لكن الأموات لا يسمعون، يرى بأن أهله وأحبابه يسمحوا فيه ويضعونه تحت التراب. لما يدخل إلى القبر أول مرحلة ديال السؤال كتكون لقاء الله، أولا تخرج من عالم الدنيا تدخل إلى عالم الآخرة، تخرج من عالم الملك وتدخل إلى عالم الملكوت. هنا تنتهي الفلسفة وتنتهي جميع الأفكار اللي هي كتكون دائما تنكر الدين وتسيء إلى العقائد، هناك تبان الحقيقة. يسأل، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة التي لا غبار عليها أن الميت يجلس القرفصاء في القبر ويأتي الملكان ويسألانه الأسئلة الثلاثة المعهودة: من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الذي بعث فيكم؟ أسئلة هي حرجة لابد أن تجيب، وكتكون واحد الشدة في المؤمن. طبعا ما عنده خوف، اللي كان عنده اليقين ربنا يثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة في الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الشهيد لا يسأل، لا يسأل في القبر، لا يتعرض، هو الذي يعفى، كل الخلق يسألون إلا الشهيد، لأنه جاي عند الله تعالى بالكرامة وبالعزة، حتى أن الله لا يبعث له نكير ومنكر بل يبعث له بشير ومبشر. الشهيد في سبيل الله معزز مكرم، يلحق به الشهيد الذي مات في الكوارث الطبيعية، أيضا لا يسأل. ربنا يقول انت كفاك أنك تعرضت للهدم أو للغرق أو للحرق وفقدت أهلك دون أن يواسوك ودون أن تودعهم ودون أن توصيهم وتركتهم في حزن، يكفيك هذا الألم، يكفي ربك، لا يضاعف لك الألم ولا يضاعف لك العذاب. حتى أن سيدنا موسى عليه السلام من اللي قال الله تعالى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا صعقا. سيدنا موسى عليه السلام غادي يعرفوا اليهود، يسألوا اليهود غادي يقول لك سيدنا موسى تعرض للصعقة كهربائية خطيرة، مش من الطبيعة دي الله تعالى. فسيدنا موسى عليه السلام سيعفيه الله تعالى من الصعقة دي اليوم القيامة. يوم القيامة كان واحد الصعقة غتصيب الناس كلهم، كل الناس غتصيبهم الصاعقة، غتصيبهم واحد الرعشة بحل واحد ضربة كهربائية، كل شيء يفنى. أول من يقوم من القبر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء، أول من تنشق عنه الأرض. لكن سيدنا محمد لما تنشق عنه الأرض سيرى بأن واحد قبله رام وقعت الصاعقة، شكون هو؟ هو سيدنا موسى عليه السلام، لم تقع له الصاعقة. فتفاجأ فسأل رب العالمين قال لا أضاعف لعبد الألم مرتين، موسى صعقته في الدنيا لما طلب مني أن يراني فقلت له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا 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 كبيرة. فلذا الله تعالى الشهيد اللي تعرض للألم للهدم أو للحرق أو لغير ذلك من الأمور، هذا لا يضاعف له الله العذاب مرتين. ثم يوم القيامة
يوم القيامة يوم الحساب غادي يكون واحد الوقفة أيضا مع الخالق كلهم جميع الخلق غادي يوقفوا أمام الله تعالى في أرض لم يعصى عليها الله قط أرض طاهرة ماشي هاد الأرض هادي هاد الأرض هادي 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 غاتمشي هاد الأرض راجوطابل هاد الأرض هادي راه كويكب صغير ربنا قالك إذا زلزلت الأرض زلزالها في الأول الصحابة سولوه ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا الجبال ما غتبقاش هاد العظام الشامخة ما غتبقاش ثم قال لهم ماشي جبال ماشي الهضاب والسهول والأنهار والبحار وحتى الأرض كلها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها غتدمر ماشي الأرض الكواكب كلها الشمس والقمر والأفلاك كلهم هذه كتسمى نظرية الانفجار الأكبر متبوتة علميا وفيزيائيا وفلكيا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت أو علامات غريبة غتوقع هاد العوامل ربنا يحكي عنها فيبعث الناس من جديد في أرض أخرى طاهرة مطهرة وربنا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون جميع الخلائق يقفون بين يدي المولى سبحانه وتعالى ويقع النداء النداء فلان ابن فلان يقول حاضر قم لله الواحد الديان فيقوم الإنسان يقف بين يدي ربه ليس بينه وبينه ترجمان يعني ما كاينش دفاع ما كاينش وسيلة من الوسائل ديال الإنقاذ بينك وبين الحق سبحانه وتعالى ليس هناك لا ترجمان ولا حجاب والأسئلة هي ربي عز وجل بيننا في الدنيا سهلة قال لنا خمسة الأسئلة سهلة ولكنها صعبة في الجواب لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع في القبر ثلاثة من ربك ما دينك ما قولك في الذي بعث فيكم كتسمى الأسئلة الوجودية الأسئلة الفلسفية الفكرية اللي عندها علاقة بالفكر وبالعقيدة أما في الآخرة في البعث هذه أسئلة عملية هذه أسئلة تطبيقية لا تزل قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه طبعا المشهد مروع ومخيف الناس يقفون يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون كاين بعض الناس كيوقفوا في السفارة أو في القنصلية غير ساعة ونصف كيتشكاو أو في النقابة كيكونوا أمام وقفة احتجاجية أمام البرلمان كيوقفوا غير ساعتين كيتقهروا وغير ذلك أما هنا يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون يوم شقي متعب لكن الشهداء هؤلاء لا يقفون هؤلاء الشهداء مباشرة يعفون من السؤال ومن الوقوف للإدانة لأنهم شهداء من القبور إلى القصور مباشرة يخرج من القبر كيحل عينه كيلقى راسه في 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 القصر ديال الجنة طبعا كيمر على الصراط مرور البرق الخاطف عندنا واحد مرحلة كتسمى الصراط باش تمر من عالم الآخرة عالم البرزخ إلى عالم الدار الآخرة خصنا واحد الممر بحال المولود ملي كيكون في بطن أمه كيبغي يخرج كيخرج من السبيلين يعني كل واحد فينا يخرج من السبيلين سيدنا النبي شي مرأة شافته تخلعت منه قال لها هدئي من روعك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد يعني بغيت توضعك لأن أمي راك تأكل القديد أنا إنسان بسيط أنا شعبي ما تخافيش مني ما تعطيش واحد الهالة وخا أنه نبي مرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين ثم قال إن الإنسان خلق من السبيلين خرج من السبيلين تواضع ما بين السبيلين يعني أنه في الأول كان نطفة فخرج من قلم أبيه من ذكر أبيه هذا هو السبيل الأول ودخل إلى رحم أمه عن طريق فرجها وبقى هناك يتكون ثم لما تخلق الجنين غادي يعود يخرج من الرحم ديال أمه أي يخرج من السبيل ديالها من الفرج اللي هو معروف أنه في ريحة كريهة لكن الله تعالى قال لك في قرار مكين يحميه من الضرر ومن كل شيء فيخرج المولود يصعق المولود علاش كيبكي ملي كيترد المولود كيبكي لأنه يصعق كيقول لك أنا كنت في واحد العالم عالم ديال البطن الأم عندي الطعام والشراب والهواء وناعس مرتاح دابا خرجت للدنيا فيبكي هذا يصعق أول صعقة كيتعرض للإنسان لما يخرج من بطن أمه الصعقة الثانية لما كيبدأ ياخذ اللبان ديال الحليب ديال أمه كيبدأ يرضع وكيستمتع به واحد اللحظة كيجي الفطام فمه كتغدرو
كتقول لي الفطام ممنوع، كدير لي في البزولة قطران أو شي حاجة بهذا الشكل باش ما يقدرش يقرب لها، فيصدم ويبكي. وكيبقى المراحل، كل مرحلة فيها صدمة، إلى أن تأتي المراهقة، صراع داخلي مع المراهقة، ثم كيبدي 18 عام 19 عام كتجي الوسواس القهري والتفكير الغير منقطع، كيبدا مضارب يحلل الواقع الاقتصادي والسياسي والدولة والنظام والعدالة الاجتماعية، وكيبدا راسو عامر بالمشاكل، يصدم وكيبقى هكذا حتى كيبغي يتزوج عاوتاني، كيلقى إذا كان عنده شي زهر مزيانة كيفرح، ولا ما كانش كيتصدم، وكتبقى الصدمات وحدة ورا وحدة. لكن الصدمات الدنيوية بسيطة، لكن الصدمة هناك أكبر أخطرها، هي لما يمر من البرزخ إلى الجنة، كيدروا على الصراط مرور البرق الخاطف، الشهداء يمرون، وكاين اللي كيمشي يحبو، وكاين اللي كيمشي يزحف، وكاين اللي كيسقط مباشرة. قال لك وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. كل شيء غادي يمر منا، حتى المؤمنون، حتى الأنبياء، حتى المرسلين، حتى الأولياء، حتى ما غيمروا على الصراط، والحر شديد. لكن المؤمنون ربك يقول لك النار، كيقول لها يا نار كوني بردا وسلاما، كما قال لإبراهيم ملي حرقوا النمرود بالنار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهكذا المؤمن غيقول الله، واخا غادي ما غيشوف المشهد قبل ما يدخل الجنة، خص يشوف المشهد ديال النار، يقول الله تعالى لقد أنجيتك من هذه، أنجيتك منها، لأن بأضداد يتعرف الأشياء. الشهيد لا يعفى من كل هذا، الشهيد مباشرة من القبور إلى القصور، فيدخل إلى الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ثم بعد أن يستقر في الجنة يعطي الله واحد درجة ثانية، وهي درجة الشفاعة. الشفاعة لأن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كيعطي الله الشفاعة للأنبياء والمرسلين، كيعطي للأولياء المقربين، كيعطي للأئمة، كيعطي للعلماء، كيعطي للمحدثين، كيعطي للصيام، يقول يا ربي منعته الطعام بالنهار، كيعطي الليل للقرآن، يا ربي منعته النوم بالليل، كيعطي الله الصدقة، يا ربي أخذ الصدقة من جوفه وأعطاها لغيره، كل شيء يشفع. فيشفع أيضا الشهيد، كيعطي الله مقام الشفاعة، ويشفع لأهل بيته ممن يستوجبوا النار. خلاصة الكلام أيها الأحباب الكرام، بيان حكم الشريعة الإسلامية في المقتول في الكوارث الطبيعية من فيضانات أو زلازل أو براكين أو حرائق أو حوادث سير أو غيرها، حكمه أننا لا نقول له مقتول، نقول له شهيد، وأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ونصلي عليه أن صلاة الغائب اللي ما صلاش عليه ممكن يصلى عليه صلاة الغائب، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة مع بعض الموتى اللي هم بعاد في المقام دياله. هذا الكلام نقوله لماذا؟ لكي ننفي واحد الفكرة، بعض الناس يقولوا بأن هذه الزلازل والفيضانات إنما أصابت الناس بسبب ذنوبهم وخطاياهم ومعاصيهم. فإذا كان فعلا هذه الناس عندهم ذنوب ومعاصي ربي عاقبهم، لماذا يعطيهم رتبة الشهيد؟ لهذا فهذا الكلام هو مردود. الله تعالى إذا أراد أن يعاقب عبدا عاقبه، أما أمة لا إله إلا الله ما بقى عقاب. العقاب اللي كان كبير كان قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان ربي عز وجل يعاقب الأمم على ذنوبهم في الحال، كل من أذنب يعاقبه، كانت أمم تمحى من على الخريطة من وجه الأرض إما يسلط عليهم الزلازل أو البراكين أو الخسف أو الفيضانات أو الجراد والقمل وغير ذلك، أو يبتلي بعضهم ببعض فيقتل بعضهم بعضا، يسلط الظالمين على الفاسقين. هذا كان قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بقاش، كان الرحمة ولكن الحساب تاني يوم الحساب. فنقول بأن هؤلاء الناس هم شهداء، والعائلة ديالهم كنطلبوا لهم الصبر والسلوان، هذا أمر الله تعالى، ماذا عسنا أن نقول إلا كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نقول إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون. هذه مجرد ابتلاءات، ربنا يبتلي عباده المؤمنين، وقد قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين، علينا أن نصبر، وعندنا بشارة من عند الله، البشارة بأن الله تعالى سوف يعوضنا إن شاء الله من المرتقب، أن الأيام المقبلة غتكون أفضل بكثير، لا شك ولا ريب، تجليات الرحمات الإلهية غتكون أمطار الرحمة، غتكون أمطار الخير، غادي يفيض الله الرزق، الموتى
اللي هما شهداء في الجنة بإذن الله، والأحياء غادي تكتب لهم إن شاء الله حياة طيبة، رزق وفير وعناية كثيرة. كنطلب الله تعالى المسؤولين في هذا البلد الأمين يوفقهم المولى عز وجل لاتخاذ التدابير والإجراءات اللي غتكون في صالح التنمية الحقيقية ديال هذه المناطق المتضررة، تكون تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية، يتم الاهتمام بالعمران والبنيان والتجهيز، يتم تشييد المدارس والمستشفيات والمؤسسات، ويكون الدعم المعنوي والدعم النفسي والدعم المادي من جميع الجهات، وإن شاء الله تكون نهضة اقتصادية ونهضة تربوية وأخلاقية عظيمة. هذا كله تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة. طلب الله تعالى يمتع بالصحة وبالعافية وبالمداد بالقوة، لأن الشيء اللي قام به الحمد لله مشرف وعظيم وكريم. وتحية كبيرة لكل الناس اللي ساهموا في هذا العمل. كنحيي في هذا اليوم ديال الجمعة أعضاء المجالس العلمية بالمملكة اللي برهنوا أيضا على واحد القيمة علمية وأخلاقية كبيرة، داروا التعطير الديني، والمقرات على المجالس العلمية امتلأت بالعطايا ديال أهل الإحسان، الملابس والأطعمة والمواد الغذائية والأدوية، فحملت عن طريق العلماء وعن طريق المرشدين والمرشدات إلى أماكن اللي فيها الضرر. تحية للدرك الملكي على هذا المجهود اللي قام به، تحية كبيرة للوقاية المدنية على تعرض الخطر باش تنقذ الأرواح، تحية كبيرة للطاقم الطبية والصحية، تحية كبيرة للسلطة المحلية الإقليمية، تحية للأمن، لكل من ساهم، وللجمعيات، الجمعيات اللي هي برهنات بأن الحمد لله باقي عندنا في البلاد، باقي القيام وباقي الأخلاق وباقي الحمد لله الرحمة. وتحية كبيرة للمنتظم الدولي اللي واكبنا، والحمد لله تحولت هذه المحنة المغربية إلى ملحمة وطنية كبيرة نفتخر بها، وإن شاء الله تكون آخر الأحزان. اللهم يا رب اجعل ما وقع آخر الأحزان وآخر الهموم وآخر الأقدار، واجعل بعدها الخيرات، واجعل بعدها البركات، واجعل بعدها الإشراقات والفتوحات والكرامات، إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يسعدنا أيها الأحباب الكرام أن نستقبل مكالماتكم. وفي البداية تلقيت مكالمات الصباح كثيرة من بعض الأحبة الكرام، عدد كبير من بينهم الأخت اللي هي من مراكش، اللي هي تعيش في ظروف صعبة للغاية، وكتقول بغات السادة المستمعين يدعوا معها واحد دعوة ديال الخير. ظروفها صعبة، لا حول ولا قوة إلا، حكت لي الكثير وبكات وما شاء الله لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يفرج عنك يا أختي، الله يفرج عنك الهموم، الله يشفيك، الله يعافيك، والله يأتيك بالأرزاق، الله يأتيك بالأرزاق، الله تعالى اسمه الرزاق ذو القوة المتين. أسأل الله أن يكون لك وليا ونصير، يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم. قولوا معي أمين، أمين يا ربي يا كريم. كذلك الأخ خالد من الدار البيضاء اللي هو هذه 5 سنوات وطريح الفراش، وعنده ألم في العمود الفقري ويتألم ألم فظيع، يطلب من الله تعالى الشفاء. الأطباء والمعالجين داروا جهدهم، ولكن لا جهد إلا جهد الله تعالى. يطلب منكم السادة المستمعين واحد دعوة ديال الخير بالشفاء. اللهم يا ربي جبر عظمه، اللهم يا ربي قوي شكيمته، اللهم شافيه وعافيه، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي يا ربي تشافيه وهو نائم. تنزل عليه الألطاف الربانية وتنزل عليه الخيرات الإلهية، ويقوم صباحا وقد شوفي وعفي. اللهم أمين يا رب. شكرا للجميع، ندعو دعوة جميع جماعية غتكون إن شاء الله أكثر قبولا عند الرحمن تعالى. ولكن قبل ذلك معنا مكالمات كثيرة على الخط نقوم بتحريرها. غنمشيو لإقليم تنغير، معنا لالا سعد. السلام عليكم عمي قريبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير عمي لاباس عليك؟ الحمد لله بنتي، بارك الله فيك. أنا بغيت نسولك عمي قريبا عندك الآيات اللي فيهم. نعم نعم سعد. يعني لا شي واحد بغى يدعي فيه، يدعي فيه في السجود، ما فيه شي مشكل. دعي واش دعي بالسوء ولا دعي بالخير؟ لا بالخير. أيه؟ والتسبيح مثلا داك كتسبيح فيها 33 وكل واحدة، وكتلقى واحدة كبيرة، واش كتكون عندها شي كلمة خاص داك اللي كتكون كبيرة بوحدة؟ نعم. وبغيتك تدعي مع الوالد والوالدة حيت هما مرادين يا رب.
وبغيت كعمي يعني تدعي معايا انا واحد الولد ناويين الزواج ان شاء الله. كنتمنى هو دابا في داك الشيء ديال الامن، كنتمنى دير ليه واحد الدعاء ديال الخير. يا رب يا رب يا ربي. وشكرا عمي. شكرا بنتي، شكرا لسعاد، شكرا لك وتحيه لاهل تنغير. والجواب بنتي هو اننا في السجود لا نقرا القران، اذا كنا في الصلاه ووصلنا الى السجود نحن منهي ان نقرا القران الكريم. شي واحد مثلا ساجد ويقرا شي ايات قرانيه، العلماء قال لك استثنوا ان تكون ايات قرانيه هي عباره عن ادعيه، كان اقول ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين قبلنا مثلا، هذا دعاء هو قران لكنه دعاء، قال هذا يستثنى ممكن نقرا في السجود، او نقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، او اقول ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذه كلها ايات قرانيه لكنها جاءت في سياق الدعاء، هذه يجوز ان نقراها في السجود، لكن دون ذلك لا يقرا القران في السجود. السجود هو للذكر والابتهال والتسبيح والدعاء والتضرع الى الله تعالى. اما الجواب الثاني عن السبحه، الناس عنده هذه صغيره وهذه كبيره، هي السبحه اصلا جائزه، حتى بعض الناس يقولوا بانها بدعه، اي نعم هي بدعه اضافيه، كتسمى البدعه الاضافيه، يعني انها ليست محرمه، حتى البدعه المحرمه هي التي تنقض ركنا من اركان الدين او مبدا من مبادئ الدين والعقيده والشريعه، هذه البدعه اللي كتبغي تنقض الدين وكتبغي تخلق البلبله والضلالات عند الناس. اما واحد الامر نثبته في قلوب الناس هذا لا يسمى بدعه. العلماء داروا لي واحد الكلمه قالوا بدعه اضافيه، بحال مثلا قراءه القران جماعه هذه بدعه، لكن بدعه حسنه واضافيه كتخلي الناس انهم يوثقون الصله مع كتاب الله تعالى، ماشي انه مضاد للقران. وكذلك التسبيح، التسبيح هو عباده، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، السنه أنه كان يعقدها بيمينه ماشي باليسرى، يسبح بيديه فقط اليمنى، اليسرى لا. لكن من بعد الناس داروا السبحة، والدليل هو أن إحدى الصحابيات ربما أم سلمة كانت عندها واحد الجرة وكتبقى تجيب الحصى وكتحسب، كتبقى تحسب 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 وكتقول 100 مرة لا إله إلا الله، تعود 100 حصات كتبقى تقولها وتعودها. فسيدنا النبي لما شافها قال لها كتعبي بزاف، قال لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لكفتك. هنا العلماء قال لك أن سيدنا النبي أشفق على أم سلمة لأنها كان عندها أشغال كثيرة وكتقوم برعاية الأيتام وخدمة النساء، فمن اللي كتبقى النهار كامل وكتحسب في ذلك الجرة وعندها 100 حصات وكتحسب كتعب، فأرشدها إلى ذكر بسيط كتسمى كنز من كنوز السنة، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يعني بعلى أقل بتسكول أنفيني، يعني لا نهائي، دعاء كبير. الشاهد عندنا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع أم سلمة لما ينهها عن الحصى، وإنما أرشدها إلى ذكر مختصر، فقالوا مادام السكوت هو في معرض البيان هو حكم قار، فالأمر واضح. من ثم العلماء داروا السبحة باش تسهل علينا. السبحة هي غير آلية، عبر التاريخ راه كانت السبح أشكال وألوان، دابا كاين واحد السبحة الآن إلكترونية معروفة، وهاد السبحة هي وسيلة اللي وضعها هما الصينيون الشينوا، كانوا كيستعملوها في يديهم كيحسبوا بها التوب، كيبغي يحسب لأن عندهم الحركة التجارة قوية وسريعة كيحسب بها التوب سبحة إلكترونية. فلما شافوها الناس هم يقولوا هذه تصلح للتسبيح، فسوقوها في بلاد الحرمين ثم انتشرت في كل البقاع، فهي وسيلة من الوسائل. لا فرق بين السبحة اللي فيها حبات صغيرة واللي حبات كبيرة، ولو أن البعض ربما كيبغي يدير السبحة كبيرة وكيعلق بعض أهل الله بعض الذاكرين ماشي رياء ولا سمعة حاشا وكلا، وإنما ليذكر الناس بالله. كاين بعض الصالحين كانوا كيشدوا السبحة كيدير في يدو ولا كيعلقها في عنقو، هذا من علامات التذكير بالله، تذكير الغافلين،
كانوا بعض الصالحين اللباس ديالهم كيدير عمامه في راسو، وديك العمامه ماشي العمامه كاين ديال 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 الشرفه، وكاين العالم العمامه ديال الاغنياء والاثرياء، وكاين العمامه ديال الاعيان. كان واحد الوقت كانت العمامه كتدل على المركز الاجتماعي. هما كيديروا الكفن، قطعه ديال الثوب ديال الكفن كيديروها في الراس ديالهم باش يذكر نفسه بانه هذا هو اللي يبقى ليه. ثم كيحمل عكاز رغم انه باقي ركابي صحاح، يقول يا ارض افتحي ابوابك اني قادم، كيدق عليها ايتها الارض انا قريب نجي، كيذكر نفسه بالموت باش ما يتغترش بالدنيا، ما يغترش بملذاتها وطيباتها ويمشي معها ومع الناسها. ثم كيدير السبحه في يده باش يبقى دائما يذكر الله، ما ينساش ما يغفلش، وكيعلق في عنقو علاش باش الاخرين اللي شافوه بلا ما يدخل معاه في مواضيع اللي هي عندها علاقه بالدنيا وفيها غير المشاكل. كيقول لك انا ما باغي هادشي الدنيا، انا قانع. داكشي اللي قسم لي الله تعالى الرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. فهذه أمور كلها طيبة بإذن الله. بنتي سعاد أسأل الله أن يصلحك ويبارك لك في هذا الزواج مع هذا الشاب من الأمن، إن شاء الله تدخل لي مباركة مسعودة ويعطي الله واحد الرتبة عالية، والله يحفظ لك الوالدين وطول عمرهم وشافيهم ويعافيهم، اللهم أمين يا رب يا كريم. ونواصل أيها الأحبة الكرام اللحظة، نتحول إلى فاس مع نالة أميمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قريبا لبس عليك بخير. الحمد لله الشريفة، بارك الله فيك. الله يجازيك بخير. الله يجازيك بخير. بغيت نسولك واحد السؤال. مرحبا. يعني أول حاجة أنا عارفة بأنه أي حاجة بغاها من الله يعني الاختيار اللي أحسن اختيار هو الاختيار ديال الله سبحانه وتعالى. أكيد. هذه عارفة. نعم. دابا أنا المشكل اللي عندي هو أنني أنا واحد الإنسان يعني عندي واحد الامنيه في حياتي، ما عمرني طلبت شي حاجه في حياتي لا فلوس لا والو، فانا يا فقيره ماشي شي وحده اللي زعما غنيه. إيه؟ ما عمرني طلبت يعني شي حد عنده الفلوس ولا بغيت الفلوس ولا نتزوج شي واحد عنده الفلوس، هادشي كله ما ضيعش انا. نعم. يعني انا امنيتي الوحيده هي انني نجمع مع واحد الانسان اللي انا باغيه، فهمتي؟ إيه؟ يعني دابا انا ملي كندعي الله بزاف على واحد الانسان انا عندي علاقه به، كندعي لواحد الدرجه كبيره، كنبقى نهضر معاه في ربي بحال يا ربي تمشي بحال كنهضر مع واحد الانسان عادي اللي كنبغي نفهمو، انا راني عارفه ربي بربي راه فاهمني بلا ما نهضر. نعم. ولكن يعني بقوه انني باغا داك الانسان كنقول له يا ربي انا راه اي تعويض غتعطيه لي ما غايجينيش بحال انني باغا هذيك يعني الفرحه ديالي الكبيره هو انني يكون معايا داك الانسان. انا ما بغاش تعود انه يكون واحد الانسان لاباس عليه ولا فلوس، داكشي ما غاديش يفرحني. انا واحد الانسان اللي ما كنبغيش، ما بغاش الفلوس، ما بغاش عيشه كبيره، ما باغي انسان يكون انا باغيه ومرتاحه معاه، فهمتي؟ وفي نفس الوقت يعني ممكن يكون كنقول له يا ربي السجود، يا ربي يقدر يكون داك الانسان ما فيهش خير. نعم. ولا يمكن عنده معاصي. ولكن انا عندي ذنوب وعندي معاصي، ماشي كاملين حنايا يعني مكمولين، كيف ما هو عنده معاصي وذنوب انا عندي معاصي وذنوب، ويقدروا زعما الا تجمعنا يقدروا شي يصلح شي. دابا المشكله اللي صايب قريبا هو انني يعني انا مصره على هذه الامنيه، فهمتيني؟ نعم. مصره بزاف، وش هذا زعما بحال اللي كنتعاند مع ربي. انا الفكره اللي عندي في دماغي كنقول له يا ربي علاش انا مصر على هذه الامنيه، حيت انا عارفك باللي انت قادر على كل شيء. يعني انت قادر تحقق لي الامنيه ديالي، وانا هذه الامنيه ما بغاتش تزول لي من دماغي، يعني ما قادش نشيد هذه الفكره من دماغي. تجيوني ناس نتزوج بهم، ولكن ما كنلقاش راسي انني مرتاحه. نعم. ما كنلقاش راسي انني قادره نتزوج بشي انسان ما كنعرفوش ولا اي زواج عادي. نعم. بس انا بغيت نسولك الله يجازيك بخير، هذه الامنيه انا ما قدرتش نتخلى عليها. الله يكمل لك الرجاء بنتي يا رب. مازال كنقول له يا ربي، ولكن للاسف مازال ما يعني راه سنوات مازال كنتسنى شي حاجه، ما عرفتش زعما واش انا دابا كنتعاند مع سيدي ربي، واش انا ما كنتعاندش مع سيدي ربي حاشا ولله، انا كنقول له يا ربي انا علاش ما قدرتش نتخلى على هذه الامنيه، حيت انا عارفه انت قادر على كل شيء. وقادر تعطيني هادشي اللي بغيت انا، انت قادر تعطيني. اكيد اكيد بنتي اكيد، الله يحفظك. دخلي لما
سيدني باش مات. الله يجازيك بخير. يا بنتي أميمة حفظك الله ورعاك بارك الله فيك بنتي. أولا الجانب العاطفي هو شيء مركوز في النفس البشرية. ربي عز وجل لما خلقنا جعل فينا واحد الجوانب عاطفية. كل اللي عنده العاطفة قوية بركانية، وكل اللي عنده العاطفة عقلانية كيحكم العاطفة دياله، وكل اللي هو مسكين محكوم بالعاطفة دياله. هذا خلق الله، ربي خلقنا هكذا. ليس عيبا أن الإنسان يبغي واحد الإنسان ويبغيه ويدير الأسباب باش يكون من نصيب دياله. لكن كان بغي نقول لك بنتي هو أن الزواج هو يبدو في ظاهره اختيار، إنسان يختار ذاك الشيء اللي يبغى، لكن الحقيقة الحقيقة اللي كاينه في النصوص الشرعية وكتكون هي شيء واضح وأكيد، وهو أن الزواج هو قدر وقسمة ونصيب محتوم. يعني في السماء قبل ما يخلقنا الله تعالى كل واحد فينا عطاه النصيب ديالو. يعني كم من شاب بغي واحد شابة وما وصلش ليها، وكم من شابة بغت واحد شاب ما وصلش ليه. يعني ممكن تقولي واحد 95%، يعني ده مش إحصاء رسمي وإنما ده غير تقدير، 95% من الناس اللي مزوجين يعني كل واحد فيهم ربما كتجيه مرة يقول لو أنني فعلت كذا لما كان لي كذا، ولو لكان كذا، خصوصا لما كتوقع الاحتكاك ديال الحياة الدنيا وكيوقع النزاع والخصام كيبدأ الإنسان يستعرض تاريخ حياته، يقول لو اخترت فلان لكان وضعي أحسن، لو اخترت فلانة لكنت في وضعي أرحم. هذا الدنيا هي خلق الله للابتلاء. يعني ما نتسناوش في الدنيا اللي بغيناها نحصلوا عليها. الدنيا هي دار عمل وابتلاء، حتى الأخيرة هي اللي هي دار جزاء. الأخيرة فيها غير العطاء، الأخيرة ما فيهاش اختيار ما فيهاش الدعاء، الأخيرة هي فيها اللي بغيتي، يعطيك الله واحد الحاجة اللي كتقول افعل يفعل. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه الآية قال لك هي المفتاح ديال أهل الآخرة. كتقول سبحانك اللهم اللي بغيتها كتحصل. داك الشخص اللي بغيت تزوج به كتقول سبحانك اللهم كيحضر عندك الشبيك اللبيك اللي بغيتها بين يديك اللي عجبتك. بغيتي قصور، بغيتي ترجع للماضي، بغيتي تمشي للمستقبل، بغيتي رحلة عبر الزمن، بغيتي اللي بغيتي كتقول سبحانك اللهم. غير كتقولها في الآخرة كتحضر ديك الساعة كتر من خاتم سليمان وكتر من عصا موسى. سبحانك اللهم كتحضر، وملي كتسالي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أما الدنيا هي ربي خلقها من الأول وخبرنا بأن ماشي أي حاجة بغينا نلقاوها فيها، وإنما غنقنع بما قسم الله لنا اللي أعطاها لنا مولانا ناخذها. الرضا بما قسم الله تعالى اللي أعطاها لي. شحال من واحدة كيسمعوا فينا الآن، شحال من المتزوج ربما غير سعيد مع زوجته، وشحال من المتزوجة غير سعيدة مع زوجها، وشحال من واحد خدام في واحد الوظيفة غير مرتاح فيها، وشحال من واحد داخل واحد تجارة ما كانش كيتمناها. وهكذا الحياة الدنيا هي خلقها الله تعالى وصممها وبناها على النقصان. علاش بناها على النقصان؟ حتى لا نغتر بها، حتى ما نبقاوش دائما مع هذه الدنيا. فاللي بغيت نقول لك بنتي أميمة وهو استمر في الدعاء، لعل الله تعالى بغي يسمع الدعاء ديالك. رملك يدعي الإنسان كيعاود يدعي جبرائيل اللي هو معنا وكيسجل، بعد المرات كيقول جبرائيل يا ربي هاد الإنسان راه بقات كدعي بزاف، أو هاد الإنسان راه كيدعي كثير، يا ربي هل أقضي حاجته؟ فكيقول لي الله تعالى يا جبريل لا تقضي حاجته فإني لا أحب أن أسمع دعاءه. لا تقضي حاجته يا جبريل. فكيبقى الإنسان كيبقى يدعي، ولكن الله تعالى يحب أن يسمع دعائك. لعل بنت أميمة انت دابا الآن في المناجات ديالك مع الله تعالى راكي غتوصلي لواحد المقام. وصلوا للصالحين والصالحات عدد ديال الناس من اللي ربي ما كيعطيكش واحد الحاجة وكتبقى كدعي اليوم وغدا اليوم وغدا، وسجود واقترب، خصوصا الدعاء توطد العلاقة مع الله وكتولي عندك المحبة والمودة بالله. أعطانا الله واحد المثال ديال سيدنا إبراهيم لما رزقه الله بالمولود إسماعيل. سيدنا إبراهيم كان عاقر، كان محروم، المحروم صعيب، لكن من اللي كبر وهرم عاد عطاه الله تعالى واحد المولود. تجاوز 92 عام عطاه الله واحد المولود. تصور هذا كيتسمى ولد الشوك، كيكون فيه الشوق الكبير. فتعلق إبراهيم عليه السلام بالمولود ديالو إسماعيل، تعلق تعلق كبير.
اي واحد كبير في السن وعطاه الله مولود صغير كتلقى كيقعد بحال الهبيل كيقعد فرحان به وخايف عليه وكيبغي وكيعنقو وكيبان ليه الدنيا كلها. الله تعالى بغى يقول لي يا ابراهيم ربك هو اعز واكرم لك من كذا، فبغى يعطيه هاد الدرس فاعطاه ذلك الامر في الرؤيا المناميه. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فعزم ابراهيم اعطى جاء الامر الالهي في الرؤيا المناميه ورؤيا الانبياء حق ان يذبح فلدتك بيده. لماذا؟ لان الله تعالى بغى ابراهيم يكون لله، قلبك مع الله. اي نعم المحبه والحب هادشي كله جميل قيم انسانيه، لكن الانسان يخلي قلبه مع الله وخلي الله هو اللي اختار لنا واللي اعطاها لنا مولانا بسم الله وفيها الخير. ولو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم الا خيرا. شحال من واحد دابا نادم على اختار الاختيار، لو ان الله تعالى وراك الغيب لبين لك من الاختيار ديالك كان غادي يكون فيه متاعب اكثر. اختيار الله لنا خير من اختيارنا لانفسنا. ولو اطلعتم على الغيب لعلمتم ان ما فعل ربكم الا خيرا. والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني كل ما فعله الله خير. فبغي نقول لك يا بنتي خليك في الدعاء مع الله، قل يا ربي اكتب لي هذا الانسان، يا واحد يا احد يا فرد يا صمد، اكتب لي يا ربي زوج وولد من هذا الشخص. ادعو الله تعالى، فان اعطاك المولى بسم الله توكلت على الله انت من السعاده. الى قدر الله تعالى اشياء اخرى نبغيك يا بنتي ما تحزني ما تشعر بالاكتئاب، وانما قل يا ربي انا معك، اختر لي اللي اختار انا، حبي لله وتعلقي بالله. وهنا غتحس يا بنتي فعلا بان هذوك تسموا العاشقين في الله المحبين لله في تاريخهم كثر، كانت امامتهم رابعه العدويه. وهذه فرصه ان الانسان يزيد تقربا الى الله، وربي غادي يعطي داكشي اللي بغى، غير زيد ربي يحب العبد الملح. اسال الله تعالى ان يكتب لك هذا الشخص من نصيبك وان يرزقك السعاده والهنا عاجلا غير اجل. واسال الله تعالى لكل المؤمنين والمؤمنات ان يقضي حوائجهم. يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى، امين امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.